لسه موجودين جوه مصنع بي ام دبليو. معانا دلوقتي لقاء مهم جدا، وبشكر طبعا استاذ محمد انديل الرئيس التنفيذي لشركه جلوبال اوتو ان النهارده ان احنا موجودين مع حضرتك هنا، وبشكر حضرتك لوقتك ان احنا خدنا جزء من وقت حضرتك وان احنا موجودين معاك النهارده داخل المصنع. اهلا وسهلا بيك يا تامر. اهلا وسهلا. مبسوط ان احنا بعد سنه موجودين من اعاده تشغيل المصنع تاني، وما شاء الله يعني الصوره ورانا هي اللي بتتكلم على خط الانتاج اللي موجود، ومبسوط في ظل الظروف اللي بيمر بيها العالم كله اقتصاديا. المصريين بيقولوا احنا موجودين واقوياء في الصناعه، وعندنا حلم للصناعه بتاعتنا انها تكبر بشكل كبير. سنه ما كانتش سهله، اعتقد فيها تغيرات مختلفه، سواء ما بين سعر عمله، ما بين حاله اقتصاديه عالميه، لكن النهارده احنا موجودين ومستمرين بالايادي المصريه في هذا المصنع. اهلا وسهلا بيك الاول. شكرك. في واحد من مفاخر الصناعه المصريه، مصنع بي ام دبليو في مصر في مدينه 6 اكتوبر، اللي انا بتشرف ان انا موجود في شركه زي دي، استثمار كبير، مجموعه عمال على اعلى مستوى من التدريب والمهاره والكفاءه، مجموعه مهندسين من افضل ما يمكن انك تلاقيه في الشرق الاوسط ويمكن في العالم، مش اقل من اي حد في العالم ابدا ابدا ابدا. زي ما حضرتك قلت، سنه عدت كانت سنه صعبه كبيسه، زي ما حضرتك شفت كمان في الانتاج، التجهيز لعمليه الانتاج، لبدايه عمليه الانتاج، قد لا تصور البعض انه بياخد من 6 ل 9 شهور قبل ما تبدا تنتج اول عربيه. فاحنا اعلنا افتتاح المصنع في يناير الماضي، يناير 2023، ولكن التجهيز بدا قبليه بست شهور الى 8 شهور. كمية التفاصيل المحيطة بعملية الإنتاج كمية مرعبة، قد إنها توصل لأكثر من 5 أو 6 دول في المسألة، من ألمانيا وأمريكا ومصر وإلى آخره. عندنا كمان 6 موردين محليين بيقوموا بإنتاج نسبة حوالي 45% من السيارات اللي احنا بننتجها هنا في المصنع. ده رقم أنا مبسوط منه قوي، إن احنا 45% منتج محلي. ده حقيقي. ده بيتصنع في مصر. ده حقيقي. بمعايير بي ام دبليو، بكل معايير الصناعه والجوده وبكل شيء. ده حقيقي 100% طبعا. طبعا الست مكونات او 6 مصانع المصريين خاضعين تماما لرقابه واشراف بي ام دبليو، على معايير بي ام دبليو، نفس معايير الجوده. مفيش فرق بين العربيه اللي بنخرجها هنا في مصر اللي بتخرجها الايدي المصريه، وبين اي عربيه بتخرج في المانيا او في امريكا او في اي مكان في العالم عليها اللوجو بتاع بي ام دبليو. طبعا السنه ونص، انا ما بقولش سنه، بقول سنه ونص، كان في تجهيز قبلها بفتره طويله بالظبط. كانوا صعبين جدا وفي قمه الـ 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 المجهود اللي ممكن تتخيله. ناس مجموعه من معانا المهندسين والعمال ما كانوش بيناموا عشان نجهز ونبدا ننتج في شهر يناير اللي فات. فخور جدا ان انا موجود النهارده بعد مرور تقريبا نقول 11 شهر من بدايه الانتاج، وان احنا حققنا تقريبا كل المستهدفات من عمليه الانتاج، والحمد لله انك انت موجود معانا النهارده، وده شرف لينا. ده شرف ليا، وانا فخور ان انا موجود في مصنع مصري. وانا اصلي عندي مشكله كده، انا غيور على صناعتي قوي، والنهارده انا مش بتكلم على صناعه، كل التقدير والاحترام لكل الصناعات، بس حبيت النهارده بما ان احنا الفترة دي كمان كل المصريين واقفين جنب المنتج المحلي، وبجانب المصنع المصري، وبجانب المنتج اللي بيتم تصنيعه في مصر. أنا فرحان إن أنا بصنع منتج أوروبي بمعايير أوروبية، وخلينا نقول إحنا بنتكلم على مصنع مش قليل، بي ام دبليو واحدة من الشركات، ويمكن على مدار تاريخنا في عالم السيارات شفنا الرقابة والمعايير عشان علامة بي ام دبليو تبقى موجودة. فالنهاردة لما أكون واقف في مصنع في مصر، موجودين في أرض مصر بأيدي مصرية، فنيين مهندسين بإدارة مصرية، فده شيء يخليني فخور. السنة اللي فاتت سنة زي ما قلنا كانت صعبة، حق أنا عارف كانت صعبة، ويمكن أكتر جزء هو تغير سعر العملة اللي حصل. تغير عملتوا إيه في إن إزاي تقدر تحافظ على إن خط الإنتاج يكون شغال، خصوصا إن لما حتى زورنا المصانع برة كانت بعض الشركات يقول أنا مش عارف أغطي السوق بتاعي. انت بتصنع، انت واحد من ضمن 7 مصانع كبار لهذه العلامه،
بعض العلامات حصل عنده مشكله يقول لك لا والله انا هكتفي بالسوق بتاعي الاول بعد كده ادي للعالم. انت كمان بتصنع، عملتوها ازاي؟ زي ما قلت لحضرتك كده، كان عندنا التحدي الاكبر ان احنا نعيد عمليه الانتاج او نبدا عمليه الانتاج بالترتيبات اللي كانت مطلوبه منها. وكان على الجانب الاخر طبعا التحدي الاخر هي مساله استيراد مكونات الانتاج والبدايه فيها وتغير سعر العمله والى اخره. بس انا ببص الامور دي دايما على انها دايما فرص اكتر من انها كونها مشاكل. يعني ايا كان احنا جزء من العالم بنؤثر ونتاثر بيه، كان في اوضاع مش منضبطه في العالم كله وما زالت موجوده لحد دلوقتي. خرجنا من كورونا، دخلنا في الحرب الاوكرانيه الروسيه، بعد كده دخلنا في مشاكل اخرى، وبعدين تبعاتها كمان المشكله الحاليه اللي موجوده في غزه. ولكن في النهايه طالما عندك هدف وعايز توصل له بتلاقي الطرق البديله اللي تقدر توصل له بيها. وطبعا هنا لازم نشكر الحكومه لانها دعمتنا في قصه مستلزمات الانتاج، وكان ده دعم جيد جدا ومناسب جدا ان احنا نقدر نكمل ونستكمل ما بداناه واهدافنا اللي احنا كانت دايما قدام عينينا اللي لازم نوصل لها. النهارده احنا بنتكلم على عدد عماله مصريه تقريبا المصنع فيه قد ايه، من سواء من الفنيين او المهندسين، العماله المصريه او الايدي المصريه، خلينا نقول الرجاله المصريه اللي موجوده بتشتغل في هذا المصنع تقريبا قد ايه؟ عندنا اكتر من 400 من العمال والمهندسين في المصنع ما شاء الله. في فكر، انا طموحي عالي شويه لان انا نفسي ان المكون المحلي بتاعنا يزيد اكتر ويكون موجود. اللي انا شايفه النهارده ما شاء الله حاجه الواحد يبقى فرحان بيها. افريقيا من الاسواق اللي نفسها تستوعب وعايزه كتير، نقدر بالمصنع ده ان احنا نقدر نليد افريقيا كتصدير لبي ام دبليو من مصر لافريقيا؟ دي واحده من اهم الافكار اللي احنا بندرسها ومن اهم الافكار اللي بنتكلم فيها مع الشركاء في المانيا وخارج مصر، لانه ده طبعا انت عارف لازم يخضع لموافقتهم ومباركتهم طبعا. وما زلنا عندنا طموحات وعندنا امال ان احنا نوصل لحاجه زي دي قريب في المستقبل القريب ان شاء الله. بي ام دبليو تطورت بشكل كبير خلال الفترة اللي فاتت، ويمكن احنا جربنا عربيات كتير، وبشكركم ان انتم مهتمين دايما ان احنا نكون من اوائل الناس في العالم اللي بنجرب عربيات بيتم الكشف عنها في العالم ومصر. وبحييكم، ده قوة لشركة مصر وجلوبال اوتو ان احنا بنبقى موجودين في اول ويف بتجرب عربية جديدة بيتم الكشف عنها في العالم، مصر موجودة بتجرب. شفنا لاين الاي السيارات الكهربائية، حضراتكم بتفكروا ازاي لدخول السيارات الكهرباء الى مصر؟ احنا مش لسه بنفكر، احنا بالفعل بدانا مع تدشين الشركه في شهر 11 العام الماضي. فتحنا الحجوزات على العربيات الاي، والاقبال كان كويس جدا غير متوقع، وبدانا بالفعل تسليمات العربيات الاي. يمكن حضرتك تابعت في الفتره الاخيره ان احنا عملنا شراكه استراتيجيه مع شركه انفينيتي. كان عندنا مبدا بسيط جدا انه انا هدي لك عربيه، عشان اسلمك عربيه اي لازم اسلمك محطه شحن في البيت. انا بقوم انا كشركه ده. عن طريق شركه انفينيتي بنيجي نتفرج على البيت عندك ونركب لك مكان امن ومجهز وسهل انك تشحن عربيتك في البيت. ده اللي خلى صناعه العربيات الكهرباء انها تكبر في بعض الدول اللي اخواتنا حوالينا. انا بحيي حضرتك عن الفكره دي، ان انت ساعدت اللي هيشتري عربيه كهرباء هساعده ان انا اعمل له محطه الشحن الاساسيه بتاعته اللي هي في البيت. ده دي نقطه مهمه جدا. ده حقيقي، ده كان مبدا راسخ عندنا قوي في جلوبال اوتو، انه عشان ابيع عربيه كهرباء لازم ادي لك الفاسيليتي الامكانيه انك تقدر تشحن العربيه اوفر نايت، زي فكره التليفون الموبايل. اذا ما كنتش هتقدر تعمل كده مش هتقدر تستخدم العربيه. بالاضافه طبعا للدرايفنج رينج اللي بقى موجود في العربيات 400 و500 كيلو في المتوسط، فخلاص ده تقدر تستخدمها استخدام يومي امن بدون ما يكون عندك مشكله. بالاضافه للجانب الاخر او بقيه المشكله، عملنا اتفاقيه استراتيجيه مع شركه انفينيتي وبندي كروت شحن. شركه انفينيتي من اكثر الشركات المتواجده بشكل جغرافي في جمهوريه مصر العربيه، فاذا فرضنا انك احتجت شحن في اي وقت من الاوقات معاك الكارت بتقدر تشحن من اي من محطات شركه انفينيتي. فمع خلق المجال بالطريقه دي اعتقد انه اصبح اقتناء السياره الكهرباء اقتناء امن وسهل.
لكل اللي بيحبوها يعني. واعتقد دي هتبقى عنصر من عناصر القوة لي ان انا اقدر اشتري عربية كهرباء، وفي نفس الوقت انا سعيد ان بقى عندنا التطور اللي حصل في شبكة الطرق واهتمام الحكومة المصرية، وان يبقى عندنا محطات شحن. فبقى عندي ان انت بتساعدني ان انا من اول يوم اشتري العربية عندي محطة شحن في البيت، عندي محطات شحن مغطية الجمهورية، فبقى الموضوع اسهل شوية. وانا فارق معايا الجزء ان انا ده يا جماعة بالنسبة لي مهم شوية، عشان فكرة ان انا بركب محطة شحن في البيت بمعايير مظبوطة تنفع للعربية اللي انا مشتريها، ده مهم عشان يعني قصة اتكلمت فيها بصراحة كتير، لان التكنولوجي اللي موجودة دلوقتي في صناعة السيارات الكهرباء محتاجة دقة شوية في تركيب محطات الشحن. مش يعني صحيح. الموضوع مش بس فيشة في الكهرباء عشان اخد افضل اداء. ده صحيح 100%، وعشان كده احنا بنركب محطة شحن BMW كويس، اللي هي مخصصة طالعة من الشركة لشحن العربية دي، ودي تديني الاوفر نايت تطلع العربية مشحونة 100%. حلو جدا حلو جدا. الفترة اللي فاتت حصلنا تغيرات في أسعار العربيات، ويمكن الأسعار اختلفت تماما، وكنت شايف من حضراتكم اهتمام دايما انك انا طبعا فاهم احنا السعر المتحكم فينا هو سعر الدولار، فاحنا بقى فاهمين الأرقام عاملة ازاي وسعر العربية مختلف عالميا عامل ازاي، لكن كان في تحدي في تسعير العربيات، وكان في تحدي تاني ان يمكن قبل إعادة تشغيل المصنع بسنة كان حصل بعض المرحلة انتقالية، مع كان في شوية تغيرات حصلت في السوق، وخليني أقول تغيرات، فكان العميل بتاع BMW حصل له جزء من اللي هو زي ما بنقول كده ببساطة رجل قدام ورجل ورا، أنا مش عارف إيه اللي حصل. خلال سنة أنا شفت تغير كبير جدا، وقدرتوا تحتوا عملاء BMW بشكل تاني أقوى من اللي كان موجود قبل كده، على الرغم ان سعر العربيات اختلف. دي مش سهلة، حصلت صحيح. ازاي؟ صحيح. انت هتاخدني لأحلام من سنة ونص. كان عندنا دايما تصور احنا عايزين نعمل ايه. كان عندي هدف واضح، customer for life، العميل مدى الحياة، يعني عميل يشتري من عندي عربية ويفضل معايا مدى الحياة، يغير ويعمل ابجريد وياخد الجيل اللي بعديه او العربيه اللي اكبر ويدي عربيه لاولاده وهكذا. فعشان نحقق ده عملنا مجموعه باكج من الخدمات من اول يوم اعلنا عن تواجد الشركه في شهر 11 السنه اللي فاتت، كانت متواجده وشغاله. ادي لك على سبيل المثال، طبعا اهتمينا الاهتمام الاساسي كان بالخدمه ما بعد البيع. بالظبط، دي من العوامل المهمه جدا، لانه ده اللي بيخلي العميل لويال ويخلي العربية موجودة بالظبط، خلي العربية تعيش. بالظبط. قدمنا لأول مرة في مصر فترة ضمان 5 سنين على العربية من تاريخ شرائها، وده كان حركة أعتقد حركة صعبة جدا ومكلفة جدا، وخاصة في المصنع الأوروبي كمان، في ضوء تغيير العملة المتغير كل فترة. دي كانت واحدة من أهم الإنجازات اللي عملناها من أول يوم. بالإضافة لكده قدمنا كمان 3 سنين خدمة مجانية على العربية، وكملنا كمان في الجودة الخدمة، ان احنا نقدر نعرض على العميل اللي ما عندوش وقت ومش فاضي، لان احنا دايما بنحاول نعامل العميل معاملة خاصة، انه نقدر نبعت له عربية تاخد عربيته من البيت لحد الورشة ونرجعها له تاني البيت. حلو ده. من غير ما يتحرك من مكانه، وبالتالي خدمة متكاملة، يعني حضرتك تبعت العربية تتصلح وترجع، ونبعت لك لينك على التليفون تدخل تدفع منه. حلو. فقدمنا الباكج بالكامل اللي يخلي امتلاك العربية مسألة سهلة جدا وبسيطة جدا، والعربية في حد ذاتها ما تبقاش هاجس للعميل يومي.
انه الان الان هيصلح امتى والان هحجز ازاي والان هقف في الطابور قد ايه والان هروح اضيع يوم من شغلي ان انا افضل قاعد في التوكيل مستني العربيه تخلص. بالظبط صح. على الرغم ان احنا حسنا الانفايرمنت جوه التوكيل عشان تقدر حضرتك تقعد وتستنى عربيتك, الا انه اديناك الاوبشن, ادينا لك الاختيار. ممكن تبعت العربيه تعمل لها سيرفيس وانت قاعد في مكانك وتدفع وانت قاعد في مكانك, مش محتاج تتحرك. هي بالاضافه لده اشتغلنا طبعا عمل حثيث طبعا ومجموعه اخرى من الـ من الـ الموظفين الهائلين اللي عندنا في الشركه, وصلنا بدرجه وجود قطع الغيار الى نسبه 96%, ودي نسبه عاليه جدا على مستوى العالم. طبعا طلعنا تدريجي في الظروف دي, ما شاء الله, يعني في الظروف اللي احنا موجودين فيها ده نقطه مهمه جدا. بالظبط. طبعا طلعنا تدريجي منذ يناير الماضي والحمد لله وصلنا للنسبه دي وغطينا كل المشاكل زي ما حضرتك قلت اللي كانت موجوده في السنتين اللي قبل بدايتنا قبل ما نفتح احنا, ووصلنا لمرحله خلاص دلوقتي ما فيش حاجه متبقيه من السنتين اللي فاتوا, بالعكس زي ما حضرتك تفضلت غيرنا الصوره تماما ورحنا في اتجاه اخر تماما. الفتره اللي فاتت كانت فتره تغيرات اسعار, خليني اقول انتوا خدتوا مدرسه مختلفه شويه وانا حابب المدرسه دي. انا بحب الطريق القصير, العميل دايركت مع الشركه يشتري العربيه, وانا فارق معايا جدا الجزء ده لان ده كان سبب ان احنا نشوف ما يسمى, وانا ما بقتش احب الكلمه دي والحمد لله بدات تختفي وان شاء الله تختفي تماما, وهو الاوفر برايس, السعر اللي بيحمل على ثمن العربيه نتيجه ان فيه كذا يد لحد ما العربيه تجيلي. من اول يوم خدت القرار ان العلاقه تبقى دايركت مع العميل, تعالى اشتري من عندي العربيه, استلم من عندي العربيه. هو ده اصعب لان ده اللي شفنا فيه حاجات كتير. صح. دخول المعركة دي ما كانتش سهلة, لان دي انا من وجهة نظري معركة لان صعب ترضي كل العملاء في نفس الوقت, وما شاء الله شفنا استيعاب للسوق لعدد من العربيات, فكانت الصعوبة اكتر على الشركة انها طب اوفر عربيات ازاي. وده اللي يمكن اللي مخليني مبسوط ان تعتبر عربيات بي ام دبليو اقل عربيات جراي ماركت في السوق المصري. حقيقي. المعادلة دي ما كانتش سهلة, حصلت ازاي وازاي خدتوا المعركه دي من الاول؟ انا هخش فايت, انا بصنع وانا لسه ببدا لاول, مش هقول اول مره لان حضراتكم طبعا كلكم اسامي كبيره وكيانات وحضرتك تاريخ كبير جدا في صناعه السيارات سواء في مصر او بره مصر, فحضرتك عندك خبره للاسواق باشكال مختلفه, لكن معركه مش سهله, انا عندي كذا باب مفتوح فيه كذا مشكله, عملتوها ازاي؟ طبعا دي كانت مجموعة كبيرة جدا من الخطط والطرق والى اخره, بس يعني باختصار شديد يعني تاني هرجع اقول لحضرتك هدفنا ايه. كان هدفنا دايما نوصل لعميل بي ام دبليو ونتعامل معاه بشكل مباشر ونخليه مبسوط وسعيد, وبالتالي عملنا كل ما يمكن عمله ان احنا نحقق الهدف ده. وكان دايما في عقبات, في مشاكل, بس زي ما قلت لحضرتك احنا دايما بنبص للفرص اكتر من المشاكل. واحد من اهم الطرق اللي طبقناها في الشركه وما زالت مطبقه لحد دلوقتي, نهينا تماما فكره انك تحجز بشكل كلاسيكي. انت النهارده عشان تحجز عربيه بي ام دبليو من جلوبال اوتو لازم تحجزها على الويب سايت, وده بيدينا فرصه انه بيسموها الانجليز بريثنج سبيس, انه من وقت ما تعمل لي الطلب لحد ما اتصل بيك وتيجي تحجز, وبيخليني اقدر انظم عمليه الحجز والتسليم. وده في حد ذاته بيديني فرصه كمان ان انا اوصل لعميل بي ام دبليو الحقيقي, ودي نقطه حاجه مهمه قوي انك قدرت توصل للعميل اللي هيركب العربيه مش بيتاجر. بالظبط. ودي نقطه كانت فارقه لان للاسف اتحولت بعض الحاجات, هو ده اللي خلانا نشوف ارقام غريبه في العربيات. تحقيق. ان كله يقول لك طب ما انا عندي فرصه النهارده اخد العربيه وابدا اتاجر, وخلى العربيه تحمل عليها رقم كبير جدا وخلانا نجري بتطور في الاسعار بشكل مرعب. هنا انت ظاهره العميل التاجر زي ما سموها اصدقائنا. بالظبط. هو ده اللي كلنا اتضرينا, حتى العميل اللي تحقيق. بقى تاجر ما هو زبون في سلعه تانية في النهايه, هو زبون. كلنا بقينا في الاخر في الحته الصعبه. قدرتوا تحلوا ان ازاي ان العربيه رايحه للعميل للي هيركب العربيه فعلا ازاي؟ صعبه برضو. يعني
صعب قوي ان انا اقول لك عملنا ايه وايه وايه، لكن هي كانت مجموعه من الاجراءات اخذناها، مجموعه من الاجراءات كتيره جدا اتخذت في النهايه وصلتنا انه لازم نوصل للعميل عشان نخدمه الخدمه الصحيحه. دلوقتي بيفكر على الحفاظ على البيئة، ويمكن المصانع دلوقتي كل ما بنزور مصنع في حتة في العالم، ويمكن يعني حظي كويس وكرم ربنا ان احنا زورنا اغلبية المصانع في العالم كله، المصانع الان مهتمة بالحفاظ على البيئة واعادة التدوير واستخدام المواد المعادة للتدوير، ويمكن شفنا خلال اليومين اللي فاتوا بعض العربيات اللي هتبقى موجودة بي ام دبليو اهتم كمان باعادة التدوير في المنتجات اللي موجودة جوه. ده صحيح. مصر والصناعة المصرية في أنهي جزء مع المرحلة من إعادة التدوير والاهتمام بالبيئة؟ احنا على فكرة اولى من اوروبا ان احنا نهتم بالمسألة دي. هي بي ام دبليو كشركة عالمية اضافوا كلمة سيركلر او إعادة تدوير زي ما حضرتك تفضلت، حتى في المنتج بدأوا يعملوا ده على مستوى العالم. احنا كمان كشركة مصرية بدايتنا كنا مهتمين جدا بمسألة توليد الطاقة النظيفة، مهتمين جدا بإعادة تدوير المية اللي بنستخدمها في كل فروعنا ومصانعنا، ومهتمين ايضا بمسألة تدوير المخلفات بشكل صحي وآمن. التلات اشياء دول احنا بننفذهم بشكل كامل 100%، وما زلنا كمان بنشوف افكار اخرى تساعد كمان في الحفاظ على البيئة والسستينابيليتي. يعني يمكن أنا تعبت حضرتك النهاردة بأسئلة كتير، بس فرصة ما تتكررش بسهولة، وبشكرك إن إحنا واقفين في المكان ده. أنا عارف إن إحنا عشان نبقى واقفين في المكان ده مش سهل، بس بشكرك لأن أنا كان فارق معايا أبقى واقف جنب العربيات وهي خارجة وشايفة، لأن أنا فخور بالرجالة المصرية اللي بتشتغل، الأيادي المصرية المحترمة اللي بتشتغل في مصر، وربنا قدرنا ان احنا نفضل كلنا بندعم الصناعة المصرية وتكبر اكتر واكتر. ميني واحدة من العلامات المهمة جدا في السوق المصري، ويمكن سؤال ناس كتير ميني اخبارها ايه، خصوصا ان اول ما ظهرت علامة بي ام دبليو مع جلوبال اوتو بدأت الناس تسأل عربات ميني. خلال الايام اللي فاتت اتفرجنا على بداية اطلاق الاشكال الجديدة من الكانتري مان، هنشوف العربية الثري دورز، هنشوف لاين مختلف من عربات ميني وهي الكهرباء. هل ميني في مصر الفترة اللي جاية شكلها ايه؟ اولا خليني ابدأ بالسنة اللي فاتت برضو، لان انا معتز جدا باللي حصل السنة اللي فاتت لحد النهاردة. ميني كان استقبالها كويس جدا في السوق المصري، ومبيعاتها كمان كانت هايلة خلال سنة 23، وده هيشجعنا او شجعنا، وده كان واحد كمان من مبادئنا ان احنا هنعلن عن تدشين كل الموديلات الجديدة في اوقاتها المناسبة خلال السنة اللي جاية ان شاء الله. فكل يعني الموديلات اللي حضرتك شفتها هتبقى متواجدة في السوق المصري. هي يعني ميني موجودة 24 بالعربات الجديدة كلها، موجودة بالكامل، الكهرباء في عيلة ميني والكهرباء. هي انا مبسوط ان حضرتك زي ما اتفقنا احنا خلقنا نموذج كامل حوالين ملكية العربية الكهرباء، وبالتالي خلاص ما بقاش عندي مشكلة ان انا انزل اي عربية كهرباء، لانه زي ما اتكلمنا انتوا العميل عنده الـ 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 الشكل الكامل لامتلاك العربية الكهرباء بشكل آمن. سؤال شخصي لحضرتك، واحد من الناس المهمة جدا في قطاع السيارات عالميا، ويمكن حضرتك عندك خبرة لأسواق مختلفة وأسواق معاييرها مختلفة، وقدرت ان انت في كل سوق من الاسواق دي تبقى ليك بصمه، خصوصا التعامل هنا بعميل بشكل، هنا بعميل بشكل، هنا بعميل بشكل، وكل سوق ليه شكله. طبعا اكيد عند حضرتك حلم بعد المجهود الكبير اللي حصل، وانا عارف حضرتك فخور النهارده بخط الانتاج الصوره المحترمه اللي احنا واقفين وراها، بس اكيد في حلم شخصي لمستر محمد انديل في المكان ده وفي خط الانتاج ده وفي الصناعة دي
وانا عارف ان حضرتك غيور من اول يوم على الصناعه المصريه جدا ومهتم، ومن اول يوم كنت بتدور ازاي تكبر الصناعه المصريه. ايه الحلم اللي موجود على حضرتك اللي نفسه يتحقق بالنسبه لك؟ والله انا يعني احلامي بالنسبه للشركه هنا انه حجم المصنع ده يبقى دبل او تريبل، اسرتنا في جلوبال اوتو تكبر وبدل 400 يبقوا 800 و1200، وبالتبعيه طبعا الانتاج يزيد. وحلمي الشخصي بقى ان احنا نوصل لمرحله انه يكون في براند حتى لو صغير كده مصري 100%، صناعه مصريه 100%. ده حلمنا كلنا، صناعه مصريه 100%. صعبه مش 100% لانه ما فيش حد بيصنع العربيه 100%، لكن حتى الاوروبي ما بيصنعش 100%. طبيعي. دي نقطه مهمه جدا، ممكن شكل الصناعه اختلف، هو شكل الصناعه اختلف بشكل عام، لكن ممكن نقول 80%. إيه او خليني اقول، انت هتفهمني، اقول براندنج مصري. البراندنج مصري صعبه؟ لا مش صعبه. ايه اللي ناقصها؟ يمكن انت قلت ان انا اشتغلت كتير في العربيات قبل ما اجي المكان ده وابدا الوظيفه دي، في تاريخ طويل كان ممكن اقول فيها شويه صعوبه، بس بعد ما جيت وشفت الكفاءات المصريه والامكانيات المصريه ودرجه الجوده اللي ممكن تطلعها من المجموعه المصريه مهندسين وعمال والى اخره، بقول لك بكل بساطه لا مش صعب. انا بشكر حضرتك جدا وبشكرك تاني لوقتك، وشكرا ان انت خليتنا نبقى واقفين هنا في المكان ده، وانا عارف ان ده مش شيء سهل ان احنا نبقى واقفين بهذا المكان، بس انا فارق معايا ان المصريين وبيتفرجوا علينا يشوفوا المصريين بيعملوا ايه، ويا رب دايما نكون موجودين وداعمين للصناعه المصريه، وان شاء الله نقف تاني الوقفه دي يبقى عندنا عدد اكبر، عربيات اكتر، وانتاج اكتر ان شاء الله. انا بشكرك جدا. شكرا. بالنيابه عن كل الناس اللي بتشتغل هنا، وانت اعلامي متميز. شكرا. واحنا دايما فخورين بيك، زي ما انت فخور بينا كده احنا فخورين بيك. اشكرك جدا وميرسي لوقت حضرتك، وان شاء الله من نجاح لنجاح على طول.